السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. يسعدنا تجدد اللقاء معكم وحلقة جديدة من همسات زوجية، وموضوع من المواضيع المهمة جدا واللي يعني بنسأل عليها دائما، وهو سنة أولى زواج. الحقيقة موضوع بنحتاج إن احنا نأصل فيه بين الواقع والمأمول. بنتمنى في السنة الأولى إيه للزواج، وإيه الواقع اللي بيمر بينا، وإيه المشكلات اللي بتحصف أحيانا بالأسرة في السنة الأولى. يسعدنا أنه يطوف بينا مع هذا الموضوع خبير العلاقات الأسرية وعضو رابطة المدربين العرب، المدرب والمحاضر الأستاذ أحمد صخر. أهلا وسهلا بحضرتك معانا النهاردة. أهلا بك دكتور. وموضوع مهم لكل المقبلين على الزواج ولكل المتزوجين حديثا. طبعاً. ازاي نقدر نقضي سنه اولى زواج بدون مشكلات؟ في البدايه نحمد الله ونثني عليه ونقول الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. وبعد، يعني في البدايه أوجه تحية لحضرتك بصفة خاصة، وأجدد التحية لأعضاء الفريق لقناة الصح والجمال بصفة عامة. في بداية الأمر عشان خاطر إن احنا نتكلم على مسألة الزواج وإزاي يكون الحياة ما بينهم فيها وئام وهيام وغرام، لابد إن احنا نحط في اعتقادنا حاجة اسمها في البداية التهيئة النفسية للمقبلين على الحياة الزوجية. إزاي يعني التهيئة النفسية؟ نعم. نضرب مثال، مثلا احنا لو عندنا ماتش كوره، ايه اللي بيحصل؟ بنجيب الفريق ونعده، نعده نفسيا، نخليه يطلع يعمل معسكرات، نجيب له مدربين، نعمل له شتى الطرق للتهيئه النفسيه ليه، نكلمه وندربه ونفهمه كلام من ده. طب بالنسبه للمتزوجين نعمل لهم ايه؟ زي ما حضرتك قلت قبل الحلقه كده، نخليه يطلع ماتشات تدريبيه؟ لا طبعا، ولكن هو يعمل ايه؟ ياخد محاضرات، ياخد دورات تدريبيه، يتعلم من مشاكل السابقة، ياخد الخبرات من الناس الأكبر منه. في الحالة دي إحنا نعمل له عملية تهيئة نفسية وهو مقبل على الحياة. دي حاجة. الحاجة التانية إنه لازم يعرف إن الحياة الزوجية مش مجرد هتبقى سعادة بس، لا، الحياة الزوجية هيبقى فيها ضحك وبكى، فيها ألم وأمل، فيها حزن وفيها فرح، فيها كل شيء. فهو لازم يكون عنده تهيئة للأمر دوت عشان خاطر يقدر يتعامل مع الطرف التاني. نعم. تهيئة نفسية للمقبلين على الزواج. تمام. وينفع يبقى فيه تهيئة زوجية للمتزوجين حديثا، يعني اللي خاضوا هذه التجربة لو عرفنا نقنعهم بأنه ينفع قوي لو فاتوا أنه يدرس قبل ما يقبل هذه الخطوة، أنه بعد ما بقى داخل الخطوة دي يتعلم يعني ايه فن الزواج؟ اكيد طبعا. نعم. اولا هي الدورات موجوده، كلام سليم، في مراكز مختلفه، وطرحنا منها اكتر من حلقه، وعملنا منها اكتر من محاضره. هي بتشمل الدوره دي للمتزوجين حديثا والقديما واللسه مقبلين على الحياه. نعم. اللي مقبل على الحياه بيتعلم من اللي اتجوز قبل كده، متجوز قبل كده حديثا يعني، واللي متجوز حديثا بيتعلم من المشاكل والاخطاء اللي وقع فيها المتزوجين سابقا. فالدورات واللي في المراكز دي والاعدادات دي بتهيئ، ومن ناحيه تانية بتحل وتساعد على تواصل ما بين العلاقه بين الرجل والمراه. يعني ايه اللي ممكن استفيده يا دكتور احمد من انه احصل على بعض الدورات؟ يعني انا داخل ما عنديش ايه وعندي احتياج عايز اسده. تمام. فلما اخلص الدوره دي اخرج، ايه المتغيرات اللي يعني بتأتي ثمارها على المقبلين على الزواج من الذكر أو الأنثى، يعني من الرجل أو الست؟ تمام. والله هي الثمرة الوحيدة اللي بيستفاد منها الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة إن الحياة بتستقر، ده رقم واحد. رقم اتنين إن هو بيعرف من خلال الدورات دي إزاي يتعامل مع الطرف التاني كزوجة يعني، والزوجة إزاي تعرف مع الطرف التاني اللي هو الزوج إزاي. اولا في حاجه اسمها انماط تمثيليه مختلفه ما بين الراجل وبين الست، ودي اساسا انماط تمثيليه مختلفه بالنسبه للبشر.
يعني شخصيات انواع مختلفة. شخصيات مختلفة انواع شخصيات مختلفة. انا النهاردة لما اخد دورة او اهيئ نفسيا اعرف طبيعة المرأة اللي معايا من النمط التمثيلي بتاعها. نعم. اذا كانت هي مثلا سمعي هي بصري هي حسي، طب هي بصري ودود سمعي ودود سمعي معبر، ايا كان النمط التمثيلي الخاص بيها. انا لو قدرت اعرف النمط التمثيلي الخاص بزوجتي هعرف ازاي اتعامل معاها، ده بصفة خاصة. لكن بصفة لو بصفة عامة، لو انا قدرت افهم النمط التمثيلي بتاع حضرتك هعرف ازاي اتعامل معاك، يبقى اعمل مقياس ده على باقي البشر. يبقى لو انا قدرت افهم النمط التمثيلي بتاع الناس اللي حوالين مني هقدر اتعامل مع اي حد. طب بالك دوت مع الناس كلها، وما بالك بقى بصفة خاصة مع الزوجة. نعم. فدي الثمرة اللي هم بياخدوها، فن التعامل. نعم. القدرة على التعامل والقدرة على احتواء الزوجة باعتبارها هي الطرف الأضعف. تمام. والزوجة مطالبة بأن هي تعرف بعض الطباع أو تدرس طبيعة شخصية زوجها عشان تعدي له ما يحب وتبعد عنه ما يكره. تمام. دي الأنماط التمثيلية اللي حضرتك بتقصدها. تمام. أنه يصح أنه كل المقبلين على الزواج يعرف يتعامل مع الشخصيات المختلفة ازاي. تمام. عشان يتعامل مع الشخصية اللي هتبقى موجودة في بيته اللي هي شريكة حياته. تمام. ده هيخليني اقول ايه، اقول انه في تسلسل في الحياة الزوجية. تمام. يعني دايما بنقول انه في بداية الامر بيبقى فيه العسل كله، فترة. تمام. الخطوبة دي يعني ولا اروع ولا احلى، مش عايزين يرجعوا البيت. تمام. يعني هو دايما عايز يبقى عندي الخطيبة، او الخطيبة دايما تحب تسمع صوت الخطيب. طبعا. عادة يعني احنا ما الموضوع الخطبة ده له في الاسلام مشروط، ولكن دايما في الفترة دي في توهج. تمام. هو يعني يحضرني قصة جميلة جدا، كان في واحد دايما كان بيعمل مشاكل مع حماه عشان ياخد زوجته، او اللي هو كان عاقد عليها يعني اللي يعتبر تعد لسه مخطوبة ليه، فكان بيعمل مشاكل معاه ان هو عايز ياخدها ويروح دايما معاها يحضر الدروس. بعد الجواز بيقول لها اقعدي انا مش فاضي. طب ده حصل من ايه؟ حصل ان هما ما قدروش يفهموا حاجة اسمها دورة الحياة الزوجية. نعم. اذا الحياة الزوجية لها دورة بتبدأ بالانجذاب وتنتهي بالتعود. طب المرحلة اللي في النص ايه؟ لا واحدة واحدة بس عليك. طيب. دورة الحياة الزوجية. نعم. اللي بتبدأ دايما بالانجذاب. بالانجذاب. معناه ان كل واحد من الطرفين بيشوف او بيرى الانجذاب الجميله اللي في اللي قدامه. تمام. انا اللي بشوف ولا اللي قدامي بيعرض افضل ما فيه؟ لا سواء الاثنين. هو في حتى مثلا بيقول مرايه الحب عمياء، لو هو في اي مشاكل انا غصب عني عشان منجذب ليه وبحبه مش شايف. وكذلك الطرف الثاني، انا دلوقتي لو هي فيها عيوب كتير جدا انا عشان بحبها انا مش شايف عيوبها. يبقى دي احنا لسه في مرحله الانجذاب. الانجذاب. طيب بعد ما حط الانجذاب في حاجه ثانيه اسمها مرحله التقدير، ان انا بقدرها، ان انا مثلا ترى عندها اي مناسبه اجيب لها هديه، ان انا مثلا كل شويه منشغل بيها، كل شويه عايز اكلمها بقدرها، بعمل لها نوع من انواع الاهتمام. وكذلك العكس. ده تقدير يعني في كلام حضرتك مادي، وفي هناك تقدير معنوي انه اقدر افكارها واقدر اثمن النصائح او الكلمات اللي بتخرج منها. تمام. يعني اديها وضعها بانها تستطيع ان هي تشارك في الافكار. تمام. تمام. يعني مثلا انا روحت البيت لسه في سنه اولى للزواج، الزوجه عملت اكل مثلا ما اتاكلش، فايه اللي يحصل؟ الله الله جميل قوي، ده انا اكلك ده ما دقتش قبل كده زيه ومش عارف ايه وكلام من ده. طب لما نوصل بقى لمرحله التعود اقول لها اللي انت عاملاه دوت ملحك زياده، واوبخ في العمليه. اذا احنا في مرحله الانجذاب اتنقلنا لمرحله التقدير، بدل ما انا كنت خاص منجذب ليها لا بقيت بقدرها. بعد كده نوصل لمرحله ثانيه اسمها مرحله الارتباط، ان انا مرتبط بيها جدا. نعم. الانجذاب. تمام. ويجي بعديه مرحله التقدير، بعد كده الارتباط، وبعد كده يجي مرحله الارتباط. الارتباط. نعم. في ده احنا لسه في المنطقه الوردي. تمام. تمام. مرحله الارتباط ان انا مثلا كل ما اروح مشوار ابقى مرتبط بيها. نعم. عايز تيجي معايا. رايح عند اهلي ابقى عايز اخدها معايا. رايح عند اهلها، هي رايح عند اهلها ابقى انا عايز اروح معاها. طب انا عندي اجازه اخدها نتفسح، مرتبطين ببعض، تحلو الصحبه. هو ده قصد. يبقى في ارتباط بيني وبينها. نعم. ما اكلش الا ما تاكل، ما اشربش الا ما تشرب، وهكذا، واكل من ايديها وحاجات زي كده. الحاجات الجميله اللي هي نفسي اقولها زواج دي. كل بس ده يفتكر يعني. كل ده لسه في البدايه. نعم. تمام. مرحله الارتباط. اصعب مرحله في دوره الحياه الزوجيه مرحله التعود، دي اللي احنا بنحذر منها. نعم. مرحله التعود انا خلاص تعودت عليها. فبالتالي بقى ما بقتش اهتم بيها زي الاول. زي مثلا انسان مثلا اشترى عربيه جديده، اول مره بينزل عربيه طول النهار والليل عايز ينام فيها، عمال بيلمع فيها ويهندس فيها، مش عايز حد يخبطها، ماشي على مهله.
لكن مع اول خطه وثاني خطه وثالث خطه خلاص اتعود بقى. لو حد دغدغ العربيه ما بيهتمش بيها ليه؟ اتعود، حصل بينه وبين العربيه حاله من حالات التعود. كذلك الزوجه، الاول في مرحله الانجذاب انا كنت اقوم اغسل سناني واحط برفان واعطر نفسي واسرع شعري، بعد كده مرحله التعود اللي بيحصل بقوم شعري منكوش، ما بغسلش سناني، اكل بصل بالليل واقعد اتاوب وبطلع رائح غريبه. فالقصد ايه؟ اتعودت على الشخص قصاد مني. نعم. فهو ده القصد. انت بتتكلم على الطرفين برضه. احنا بنتكلم على الطرفين. نعم. ما انا ممكن ارجع من الشغل بدل ما الاقيها هي متصرحه وحاطه برفان الاقيها حاطه برفان توم، برفان بصل، بدل ما هي مصرحه شعرها الاقيها ضربه في الخلاط. دي من المساوئ بتاعت سنه اولى زواج. هو ده القصد. نعم. اللي احنا بنحذر منه عشان ما يحصلش بعد كده مرحله التعود. التعود ممكن يجي في السنة الأولى يا دكتور أحمد؟ ممكن. يحصل إيه؟ ما خلاص أنا دلوقتي أشبعت كل رغباتي في البداية، سواء في مرحلة انجذاب في الخطوبة، اتكلمت وقلت كل اللي أنا لكل اللي عندي، في مرحلة التقدير، قلت كل اللي عندي في التقدير، الارتباط خرجتها ورحنا في كذا أكتر مكان، نيجي بقى بعد كده خلاص اتعودت بقى أنا كل لما أروح مكان هتلزق فيا، كل لما أجي أعمل كذا هتيجي معايا، يجي بعد كده الأولاد مثلا في برضك في بداية السنة الأولى. اللي يحصل لأ، خليكي مع الأولاد، خليكي مع البنت، خليكي مع الولد، أيا كان الوضع. إحنا أنا برضه إيه يعني باخد من كلام حضرتك، إحنا مجهزين سؤال في الحلقة بنطرحه على السادة المشاهدين، ونتمنى إن هم يشاركونا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة. السؤال بيقول ازاي قدرت او كيف تتغلب على عدم التفاهم في السنه الاولى للزواج؟ كيف نتغلب على عدم التفاهم في السنه الاولى للزواج؟ لو في اجابه نقدر نتواصل فيها مع بعض على الارقام اللي موجوده على الشاشه، نتمنى نسمع ان شاء الله ارائكم. يعني ده سؤال بنطرحه دايما للساده المشاهدين، واحنا اكيد هيجي الاجابه بتاعته في السياق الحلقه واحنا شغالين. تمام. ارجع بحضرتك تاني واحنا بنتكلم على بنحذر من العوده او من الوصول الى مرحله التعود. تمام. اللي هي فيها كل واحد بيرجع يشوف نفسه بس وبيهتم بنفسه بس. تمام. وما بيشوفش الطرف الثاني، يرجع هو من شغله تعبان خلاص ما بيعتبرش اللي في البيت فما بيديهمش اهميه، كانوا الاولاد او الزوجه، والزوجه نفس القصه بنفس اللبس طول النهار هي اللي بتستقبل به الزوج، مفيش اهتمام باللي يفرحه، مفيش اهتمام باللي يفرحها. تمام. مرحلة التعود مرحلة خطيرة نحذر منها. تمام. احنا برضك يعني هنرجع لسياق سنة أولى زواج ونقول ان من ضمن ايجابيات التهيئة النفسية ان احنا بنفهم الزوج يعني ايه قوامة. ربنا قال في القرآن الرجال قوامون على النساء. نعم. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. المقصد هنا ان في ناس فاهمة القوامة غلط وفهم مسألة الإنفاق غلط. طيب لو جينا أول حاجة مسألة القوامة، يعني إيه قوامة؟ معنى كلمة قوامة اللي ربنا ذكرها في القرآن معناها الرعاية والاحتواء، مش معناها أن أنا أكون شديد، مش معناها أن أكون أن أنا وشي يكون عبوث، مش معناها أن أنا أكون عنيف معاها في الكلام، لا معناها أن أكون أنا اللي قائم عليها. نعم. معناها أن أنا أحتويها وأرعاها. مفهوم القوامة اني احتويها وارعاها. تمام. مش اني اولع فيها. لا يعني انه انا الراجل في البيت وانا القائم على امر البيت يبقى كلمتي اللي تمشي. تمام. مفهوم من المفاهيم الخاطئه واللي بتودي بالحياه الزوجيه في السنوات الاولى. تمام. ويمكن الاحصائيات طلعتنا، ممكن حضرتك عندك بعض الاحصائيات بتقول انه معظم حالات الطلاق اللي طلعتنا بها الارقام. تمام. في الفتره السابقه كانت في السنوات الاولى، السنه الاولى والسنه الثانيه. ده في حالات طلاق وصلت 3 شهور. يعني اول 3 شهور من عدم القدره على التكيف. ده ليه اسبابه. نعم. هو متخيل عدم قراءه شخصيه الزوج للزوجه، يعني عدم دراسه الزوج للزوجه والزوجه للزوج. تمام. في عدم الحصول على الدورات المهيئه والمؤهله. تمام. عشان الامور تتضح اللي هو مشروع يعني. اصل هنا في نقطه، انا مثلا تزوجت مثلا عن سن مثلا ايا كان 20 30 ايا كان السن، وهي نفس النظام، انا عشت كام سنه مع اهلي؟ عشت الفتره ديت 25 سنه 30 سنه مع اهلي، خدت انطباع معين، وهي كذلك عاشت بنفس الطريقه عند اهلها، خدت انطباع معين. مستحيل ان انا اغير فكري في اول 3 4 شهور وهي نفس النظام. يعني دكتور احمد لو حضرتك باخد من كلامك انه البنت عندها مفهوم عن الرجوله اتربت عليه في البيت من. تمام. من ابوها ومن خالها والمجتمع اللي حواليها. تمام. من لو ليها اخوات من الذكور فشايفة المفهوم بتاع الرجولة كده في البيت. تمام. فلما تفاجأ بمدرسة مختلفة وتربية مختلفة يحصل صدام، بيحصل نوع من التصادم. إن لم تستطيع الأسرة أن يتهيأ البنت. تمام. أو الولد
لهذا المشروع بيحصل الصدام اللي عملية الفصام بتقول عليه ده. ده القصد بقى. احنا بنعمل ايه؟ احنا لازم نفهم ان القوامه الخاصه بالراجل هي رعايه واحتواء. الرعايه والاحتواء. هضرب مثل، احنا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي احنا قاعدين في الاستوديو، مين اللي قائم على خدمتنا؟ من شاي، من تصوير، من اعداد، من كذا؟ فريق العمل. فريق العمل يبقى هو القائم على خدمتنا. طب لو انا وحضرتك قاعدين في مطعم، مين اللي قائم على خدمتنا؟ فريق العمل اللي في المطعم. كذلك الزوج هو القائم على الرعاية للزوجة. نعم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالزوجة هي مقتضى الرعاية والاحتواء للزوج. حاجة تانية، فضل الله بعضهم على بعض وهما أنفقوا. الأفضلية هنا مش إن الراجل أفضل من الست، لا، ربنا قال في القرآن ليس الذكر كالأنثى. يعني إيه؟ في القوة والصلابة والجلادة الراجل بيتحمل حاجات الست ما تقدرش تحملها، والست نفس النظام تقدر تستحمل حاجات الراجل ما يستحملهاش. بالدليل الراجل ممكن يشتغل حداد، هي ما تقدرش. حاجة تانية، الست ممكن تطوف في البيت وتمسح وتروق وتعمل وتسوي، الراجل ما يقدرش. إذا في حاجات الراجل يقدر يعملها الست ما تقدرش عليها، وفي حاجات الست تقدر عليها الراجل ما يقدرش عليها. يبقى هذه إيه؟ الأفضلية. طيب حاجة تانية، وبما أنفقوا. طب ما هو واحد دلوقتي ممكن يقول طب ما الست بتشتغل وممكن تصرف. لا، ربنا يقصد في الآية دي يقول ان النفقة واجبة على الرجل، ان الرجل هو اللي ينفق. نعم، كلام سليم. مش هو ربنا فضله عشان هو اللي بيصرف، لا، ربنا فضله زي ما قلنا ان هو ليه قوامة معينة هو بيحتوي. اما الحاجة التانية ان ربنا يقصد بالانفاق ان هو واجب على الراجل وفرض عين ان هو يصرف على الزوجة. نعم. طب هي لو بتشغل ما يقربش من فلوسها نهائي. نعم. الا بالمعروف. نعم. افترض ظروفه ضيقة وهي معاها فلوس، ما يمنعش ان هي تساعده، لكن ما يطلبش منها. بيقابلنا دايما بخصوص المرأة العاملة في السنة الاولى من الزواج بتبدا المشكلات، يعني بعد ما نوصل لمرحله التعود. تمام. مشكلات الماديه بتبدا تؤثر، ان هي تملك بعض المال. تمام. فليها ان هي تقول رايها، وليها ان هي يعني تتحكم لرايها، وده بيبقى سبب برضو من الوصول الى الطرق المسدوده. تمام. نتيجه تمتعها بقدره على الانفاق وعدم فهمها لمتطلبات المرحله. جميل. في الحاله دي بقى انا عشان ما اوصلش للمرحله دي لازم يكون انا افهمها ان فلوسك دي خاصه بك انت، ليه ذمتك الماليه، انا ما اكونش حريص ان انا اطلب منها، لكن لو الظروف ضيقه وهي بتصرف بتساعد معايا ما فيهاش مشاكل. لا. لكن انا ما اكونش حريص ان اخد منها، لان لو طلبت منها بالتالي هي زي ما قال الشيخ اسحاق تسحب جزء من القوامه مني. لكن انا لو انا ما طلبتش منها وهي بتساعد بطريقه او باخرى خلاص. لان يوم ما تفكر ان هي تتكلم مثلا تقول لا ده انا بعمل ده انا بسوي، خلاص خلي فلوسك معاكي وانا المتطلب مني ان انا اصرف على البيت. طب حاجه تانية في نفس الايه ربنا قال ايه؟ فالصالحات قانتات. ليه صالحات قانتات؟ اولا ربنا يقصد في الايه دي بالاخص ان الزوجه فرض عين عليها ان هي تسمع كلام الزوج فيما عدا ما يغضب الله. نعم. ان الست لازم تسمع كلام الراجل في كل حاجه. بس ينفع تراجع وينفع تناقش. اه طبعا. طبعا. بس هنا في نقطه. ازاي يعني؟ انا هضرب مثل دلوقتي، لو انا وحضرتك خريجين مثلا من كليه بحريه، سننا واحد، تقديرنا واحد، شكلنا واحد، طولنا واحد، كل حاجه فينا زي بعض. فجينا طالعين رحله، ربنا اراد ان حضرتك تكون الكابتن بتاع المركب. انا المساعد بتاع حضرتك. ينفع ان انا اقول لحضرتك حضرتك تقول لي نمشي يمين وانا اقول لك لا نمشي شمال؟ لا، هنصطدم خلاص، المركبه تغرق. نعم. مع ان احنا الاتنين رجاله زي بعض واحنا كل المواصفات فينا. طب ما بالك بقى ان ده ذكر وانثى، ده وده ربنا جعله ان هو القائم وهو ربان السفينه. فبالتالي لما يحصل اي مشوره هي تقول له كذا. طب نفترض هو غلطان، تراجعه. نعم. ما يمنعش ان تراجعه. نعم. لكن تبقى المشوره الاولى الاخيره للراجل. نعم. طيب حاجه تانية، اولا يعني الراجل لو عاوز يكسب فعلا مشوره صائبه يستشير زوجته. طب ليه؟ أولا ربنا خلق العقل الباطن للراجل ضيق، والعقل الباطن للزوجة أوسع. ده بيديها القدرة إن هي تعمل إيه؟ تروق وتمسح وتكنس الرز وتفرج على التلفزيون وتذاكر الأولاد في وقت واحد. الراجل مستحيل. طيب اسمح لي دكتور أحمد، معانا اتصال. أمة الله اتفضلي. ألو. السلام عليكم. مرحبا عليك. السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك ممكن أشارك معاكم في البرنامج؟ أه اتفضلي يا فندم. أنا عندي 29 سنة. نعم. وجوزي عنده ممكن أمة الله تعلي صوتك شوية بس عشان نسمعك؟ أنا عندي 28 سنة. نعم. وجوزي عنده 52 سنة.
نعم. المهم دلوقتي انا عندي 3 بنات ومراتي متوفية، فانا مش عارفة ازاي اتعامل معاه خالص. يعني هو دايما يقول لي انا مراتي، هو بخيل جدا، يعني ما بيجيبش فاكهة البيت، ما بيجيبش، يعني بخيل بخيل جدا خالص، عايز دايما عايز ياخد مرتب ويحطه في جيبه. فانا مش عارفه اعمل اتصرف ازاي معاه. يعني مثلا يقول لي عايز المرتب، عايز حد يساعدني في البيت، انا متجوزه واحده تساعدني في البيت، وانا كل حاجه تحصل بينا بحكيها لامي، امي بتيجي تعارك فيه. انا امك مش بتيجي عارفه ازاي تتخانق اتصرف. معايا يعني. ايوه انت كل حاجه في البيت من اللي بيحصل دوت لما بيفيض بيكي بتحكيها لمامتك. سمع حضرتك على التلفزيون. وطي التلفزيون واسمعينا من الموبايل بس. ايوه حضرتك كل اللي بيحصل في البيت حضرتك بتحكيه لامك، ايوه وبعدين مامتك بتيجي تعمل مشاكل معاه. بتعرف فيه. هو عنده 52 سنة وانا عندي 29 سنة. نعم. المهم ان دايما عايز ياخد فلوسي، يقول انا متجوزة هتساعدني في البيت. انا ما جبتش جهاز ولا هو جاب جهاز، اتجوزنا على حاجة مراته القديمة. متجوزك على فراش زوجته القديمة، انت الزوجة التانية ايوه ليه؟ ايوه طب وانت عندك فلوس منين يا أمة الله؟ انا موظف، انت موظفة بتشتغلي، ليكي راتب يعني. دي مرتب 1100. طيب يعني انت دلوقتي عندك اوجاع من البخل، من بخله، وانه عدم احترامه ليكي، وانه دايما بياخد من راتبك يعني. هو محترم جدا بس هو بخيل. يعني هو محترم جدا بس كان في سبب بخيل. يخليكي تقبلي مع فرق السن الكبير دوت يا أمة الله؟ انا صراحة يعني انا عندي صراحة انا عندي مرض نفسي وكده، وتأخرت في الجواز، فأمي قالت لي هو ده اللي هينفع معاك. المشكلة إن أنا بأثر في شغل البيت، ويقول لي أنت مأثرة في شغل البيت، وهو مثلا هو بخيل، ويقعد يقول لي مثلا موضوع المعاشرة الزوجية، يعني يعني بحس إن هو بيهرب يعني معايا يعني وكده. موضوع المعاشرات الزوجية بيديكيش حقك، ولا يعني في مشكلة في الباب ده؟ فبرضه مدينيش حقي، برضه بحكي لهم ان هو مدينيش حقي في الموضوع ده. طيب احنا تابعينا يا أمة الله، احنا خدنا منك 3 نقاط مهمة جدا: عدم حصولك على الحقوق المفروض انك تحصلي عليها، وشكوتك انه بخيل، وانه كمان يعني بيحتاج انه ياخد. في بس سؤال مهم عايز اسأله لك يا أمة الله. يعني انا هسأله لك وانت، احنا اتقفلنا معاكي، ولكن هيوصلك السؤال. انت طبعا 4 أو 3 أو 4 مرات تذكري زوجك بالشكل اللي مش مظبوط وتقولي عنه بخيل. بسمع حضرتك خالص. بقول لحضرتك احنا يعني انت 4 مرات تذكري انه بخيل. ايوه هو بيعمل ايه؟ هو محاسب محاسب، يعني انتوا بس الاثنين بيقعد المفروض. يقول لي، يعني يعني هو محاسب، محاسب يعني موجه مالي. المهم انا بيقعد يقول لي ان انا مرتب قليل، مش مكفي البيت، معاه معاش مراته. بيقعد يقول ان انا مش عارفه ازاي اتصرف مع البخل بتاعه، مش عارفه ازاي احكي ولا ما احكيش، مش عارفه ازاي اتعامل معاه. يعني هو موضوع البخت ده ان خالص، موضوع عدم المعاشرة الزوجية بيني بعد كل خميس. بتعب خالص في الموضوع ان هو مثلا بخيل وكده، مش عارفة اتصرف ازاي معايا. يعني التلاجة فاضية على طول، هو لسه على ذمته، الزوجة الأولى على ذمته ولا هي متوفية، توفيت؟ يعني أنت الوحيدة اللي في حياته دلوقتي. عامل 3 بنات منها، من ال3 بنات منك أنت ولا من الزوجة الأولى؟ من الزوجة الأولانية 3 بنات ومني أنا ولد واحد. ولد واحد منك أنت، والبنات دي موجودة معاكي؟ البنات موجودين معاها، معاكي أنت ولا مع أهل الأم المتوفية؟ معايا انا. بس انا المشكله ان انا عندي، يعني عندي مرض نفسي وكده، فبقصر في شغل البيت، ببقى دايما عايزه انام على طول. طيب خليكي معانا، واحنا ان شاء الله في سياق الحلقه اسمعينا من التلفزيون هنرد على حضرتك دلوقتي ونشور عليكي ايه التصور الامثل اللي ممكن ان شاء الله يجيب نتيجه طيبه معاكي يعني. شكرا يا أمة الله على المكالمه ديت، نشكرك على صراحتك وخليكي معانا. دكتور احمد، بتشتكي من البخل، بتشتكي من سوء المعاشره الزوجيه، ما تمام. بيديهاش حقها، بتشتكي من انه بخيل، ما بيتعاملش، ما بياخد من راتبها، ولكن ما قالتش بقى هي، احنا استشفينا الكلام ده ان هي كمان غير قادره على القيام بدورها كزوجه من ناحيه المرض، التعب اللي عندها، تمام. وعدم القدره على القيام بكل واجبات البيت. يعني هو بيتحمل جزء وهي بتتحمل جزء، ولكن هي كان عندها القدره ان هي تتصل وتقول ده مش لينا تمام. احنا بس، ده كمان
يعني بتكلم والدتها بتقول لي امها على كل كبيره وصغيره بتحصل في البيت. تمام. نعم. اولا حكايه ان هي تشتكي مثلا لوالدتها حاجه زي كده، دي من اكبر يعني المشكلات اللي ممكن تواجه اي بيت، لان بالطبيعي بالفطره بالامومه بالحب الام مش هتستحمل على بنتها حاجه زي كده. نعم. فبالتالي ان هي هتواجه الزوج بطريقه او باخرى، فالرج الزوج مثلا يعني صدره هيضيق مثلا ان هو ان هي احرجته مثلا قدام والدتها او قدام اي حد تاني. نعم. لكن احنا هنا نقول مثلا ان المشكله دي يعني مشكله يعني بسيطه جدا، نقدر نقول ان المشاكل انواع، في مشكله نتعايش معاها وفي مشكله لا ينبغي ان نتعايش معاها. زي مثلا واحد مثلا لو عنده ربنا يعافينا مرض سكر، ده موته يروح يموت ولا المرض ده يتعايش معاه؟ نعم. المرض يتعايش معاه، فبالتالي هو لو كان بخيل العيب اللي هو فيه دوت يتعايش معاه ويتعايش معاه؟ لو يتعايش معاه نفترض ان هو يعني هو بخيل بس راجل محترم، هو مش ما بيدهاش. تمام. ده ما بيدهاش يعني ما بيدهاش واخد منها، تستطيع انه ان هي تعول بيها نفسها وبها. تمام. ده كمان بياخد منها يعني. لا احنا نقدر كمان في ثلاث بنات موجودين في البيت من زوجته الاولى، المفروض ان هي اللي هتنفق عليهم. تمام. لا ما ينفعش. اولا احنا زي ما ذكرنا من قبل ان الزوجه في الشارع لها ذمه ماليه، كلام سليم، مش من حق الراجل ان هو ياخد منها بالغصب. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على حل الموضوع دوت. هي بتتهم او بتقول ان زوجها مثلا بخيل، احنا عشان خاطر نحل الموضوع البخل دوت نبص هو الراجل ايه المميزات اللي عنده، نسردها، تحط تجيب ورقه وقلم وتكتب مثلا كده هو في صفه كذا 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 وفي عيوب كذا 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 كذا. لا خليني بس احنا لان الوقت في الحقيقه ما بيسعفناش، انا تمام. بس عايز اخد من حضرتك الاول في الموضوع ده. تمام. موضوع مهم جدا. انا شايف ان احنا مفروض نشور عليها بالراجل محتاج ايه من الست والست محتاجه ايه من الراجل بشكل عام، عشان يمكن جموع المشاهدين والمشاهدات. تمام. اللي بيشوفونا جوه سنه اولى زواج، ده تمام. ده زواج يعني مشكله من المشكلات اللي ممكن ناخد فيها وقت طويل. تمام. لان ده موضوع طويل شويه، هي طيب. عندها مشكلات وهو عنده مشكلات، ايه الاحتياج الضروري؟ تمام. يعني وانا داخل اتزوج كده انا محتاج ايه من الزواج دوت من الزوجه؟ تمام. او الزوجه محتاجه ايه من الزوج؟ تمام. اول حاجه الزوجه بالاخص، الزوجه محتاجه من الزوج حاجتين اتنين ما لهمش تالت. محتاجة منه حاجة اسمها الضمان والأمان، عايزة من الراجل الضمان والأمان، والراجل عايز التقدير والاهتمام. التقدير والاهتمام. يعني ايه ضمان وأمان؟ الضمان والأمان ان هو مش كل شوية يقول لها لو عملتش كذا هطلقك، لو عملت كذا مش عارف ايه، لو عملت كذا، يبقى هو لازم يضمن لها حياة كريمة. نعم. لازم يضمن لها حياة سعيدة. نعم. طيب الراجل اللي هو كثير الكلام في مسألة الطلاق دوت مبقاش راجل مضمون، تبقى حياه الزوجه معاه على كف عفريت. نعم. مش عارفه كل ما ترمش بعين يقول لها هطلقك، كل ما تعمل كذا هطلقك. في عندنا دكتور احمد بعض الفروق الشخصيه قبل ما نروح للكبسوله، كبسوله. تمام. السعاده، عشان الوقت بيداهمنا، كنت حضرتك قلت لي انه في بعض الفروق الشخصيه لازم كل واحد فيهم ياخد باله منها. تمام. نعم. اولا في الفروق الفرديه، هو ربنا خلق ادم منين؟ خلقه من الطين. وخلق حواء منين؟ خلقها من ضلع، يعني دي ماده ودي ماده، يعني ده حديد بلاستيك، ده حاجه وده حاجه. الحاجه الثانيه، الراجل عنده حاجه في دماغه ان الزوجه مخلوقه من ضلع اعوج، ده بالعكس، ده يعني منتهى الاستمتاع في نعوجها. منتهى كمال المراه في نعوجها. طب ازاي؟ هنضرب مثال بسيط جدا، الضلع الاعوج ده عامل ازاي؟ عامل كده معوج. طب لو الضلع ده كان مستقيم ايه اللي ممكن يحصل؟ الواحد مش عارف يلف، بيجي ينام مش عارف يناب، مش عارف التني. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اقل ضربه على القلب تعمله نزيف. اذا الضلع ده عشان معوج عامل حمايه للقلب. طب حاجه ثانيه، ان انعواج الضلع دوت بيدي للست القدره على الاحتواء والرعايه. تطلع الزوجه الحنينه، تطلع الام الطيبه وهكذا. نعم. طب حاجه ثانيه، خلق ربنا ادم من الطين عشان الاصل في الرجل التعب والمشقه. احنا عايزين نروح لكبسوله السعاده. احنا معانا اقل من دقيقه. تمام. عايزين نقول يعني كيف تحقق السعاده في كبسوله سريعه كده قبل ما الوقت يخلص مننا. طيب. قدامنا اقل من دقيقه. اولا هو يعني السعاده تكمن في شيئين اثنين. نعم. قلب قانع بالقضاء ونفس قانعه بالرضا. نعم. كلام سليم. طب ازاي؟ اولا انا هحكي قصه بسرعه جدا. في واحد ورث حته ارض من ابوه. نعم. كلام جميل. حته الارض دي عرف ان في المنطقه دي فيها اجود انواع الماس. نعم. باع الارض واشترى ارض ثانيه مجاوره ليها. قعد يحفر 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 ما لقاش ايه؟ ما لقاش حاجه. قعد يشتري اراضي لحد ما لقاش، باع، خسر فلوسه، انتحر، مات. نيجي بقى الراجل اللي اشترى منه الارض. الراجل اللي اشترى منه الارض اول ما فحر لقى الماس.
ما يعرفش ايه ديت، حطها في البيت، جه واحد خبير جيولوجيا شاف القطعه قال له ايه ده؟ قال له دي قطعه ماس، قال له دي من اجود انواع الماس في الارض. طب ايه الشاهد من هنا؟ ان الراجل الاولاني دور على السعاده بره قبل ما يدور عليها جوه. انت عندك زوجه، فتش على انماط الايجابيه اللي فيها وحاول تنميها وتغاضى عن السلبيات اللي فيها. وانت كزوجه شوفي الانماط الايجابيه اللي عند الزوج، حاول تنميها وتغاضي عن الانماط السلبيه، ما تحطيش، ما تركزيش مع سلبياته وهو ما يركزش مع سلبياتك، الحياه حصل فيها تضاد ويحصل فيها صراع. ناخد تستقيم الحياه مع التغاضي وتستقيم الحياه مع التسامح. تمام. ناخد الكلام الطيب من حضرتك، كل الشكر للمدرب والمحاضر الرائع احمد صخر، عضو رابطه المدربين العرب وخبير العلاقات الاسريه، على اللقاء الرائع دوت في يعني حلقه سريعه حول سنة أولى زواج. نعم، ونتمنى كان الوقت يساعدنا أكتر. أعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة اسمحوا لنا باسمكم نشكر الأستاذ أحمد صخر، نشكر أسرة الإعداد على اللقاء الطيب، وعد باللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله وهمسات جديدة من همسات زوجية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.